تذوق القهوة العربية الأصيلة الجزائرية. نستعد لانطلاقة الشوط القادم، والشوط القادم أيضا يتواجد مع فئة الأبكار، وزميلي أيضا نايف الزرعي يختم الأشواط بصوته المميز الجميل. بعد أن نعود بالشكر والتقدير والثناء والعرفان إلى مدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي واللجان العاملة على حسن المتابعة والتنظيم وتوقيت الأشواط بالثانية وبالدقيقة. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان حيث ينطلق شوطنا أيضا الثامن عشر، شوط الختام يحمل منافسات هذه الأسماء الكبيرة ومنافسات هذه الشعارات المتميزة. شوطنا الثامن عشر مخصص لفئة الأبكار المهجنات الأصائل. مباشرة نبدأ مع الصدارة ومع المركز الأول بشاير مطر بن سعيد بن حلوة، يقدم لنا بشاير المركز الثاني شعار الهاجري هذا القادم مع شوق عبيد بن ناصر بن سالم السحمي الهاجري قادما على المركز الثاني، وغير إلى المسار الأول. هناك أيضا الوصول في ثالث المراكز من قبل اللي هي احتكار راشد بن سعيد بن سهيل بن دلوي الاكتبي، يقدم لنا احتكار. والمركز الرابع أوصلت الطيارة عبد الله بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، يقدم لنا الطيارة على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس وصلتنا سكون مايد بن محمد بن عتيج المقعودي، يقدمها كما حصل على نقطتين، يبحث عن السوبر هاتريك بومايد مع شعاره الكبير والمميز. أيضا الوصول وصلتنا هي نهرين، منصور بن سيب بن علي بن دري المنصوري يتقدم بهذه اللحظات، وايضا جمايل واصل عبيد بن سعيد بن محمد المهيري يتقدم بهذه اللحظات، وبن جنة عفاريت خليفه بن يعروب بن جنة الاكتبي يقدم لنا عفاريت، وايضا الوصول مع صمت حمد بن عبد الله ابو هليبه يقدم لنا صمت، وايضا الشايبه سلطان بن سالم برحمه الشامسي من يتقدم بهذه اللحظات. هذه الاسماء المتميزه في شوطنا، شوط الختام الذي يحمل الاسماء المميزه ويحمل الشعارات الكبيره. نتمنى التوفيق للجميع في هذا الشوط الكبير المتميز، الشوط المميز الذي يحمل الأسماء المميزة الرائعة في هذا المسار الكبير. العودة إلى مقدمة هذا الشوط إلى صدارة التحدي والإثارة، هناك من تتقدم بشعارك يا رائع، من يقدم لنا الهاجري بن سحمي الهاجري مع شعاره الكبير مع انطلاقة. أيضا المركز الأول هي شوق عبيد بن ناصر بن سالم بن سحمي، من يتقدم الهاجري مع شوق، او يا شوق هزلي هو شوق من يطن هزيز غصن انتاه الاوراق، وكل مرض في الوقت ملحوق. هناك بهذا المسار المميز مع المسار المميز في هذا التحدي المميز والانطلاق الكبير، هناك المركز الثاني، هناك على المركز الثاني بشاير مطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي يقدم لنا بشاير مع المركز الثاني. المركز الثالث احتكار راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي المتابع لهذا الشعار الكبير المرافق لهذا الشعار المتميز يا راعي احتكار. المركز الرابع اوصلت الطياره عبد الله بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، وصلت سكون القادمه مايد بن محمد بن عتيج المقعودي يقدم لنا سكون، والقادمه نهرين منصور بن سيب بن علي بن دري المنصوري يتقدم بهذه
اللحظات في هذا التحدي الكبير الذي يحمل الأسماء الكبيرة والشعارات المتميزة التي تحضر بالحضور الرائع، التي تحضر بالحضور المتميز لتبحث عن الفوز والانتصار، لتبحث عن الناموس من أرضية هذا الميدان ضمن التحديات الكبيرة والانطلاقات المميزة التي تأتي بهذا الحضور الرائع، تأتي بالحضور المميز لتقدم لنا العروض الكبيرة. ولكن البداية مع شوق، مع شوق. هناك مع البداية الأولى والانطلاق الأول، هي مع المركز الأول شوق، شوق من تتقدم بشعار عبيد بن ناصر الهاجري، وسكون تخطف المركز الأول، أو نهرين، نهرين منصور بن شيب بن دري يقدم لنا نهرين مع انطلاقة المركز الأول. انطلقت نهرين، باعدت المسافة وانطلقت مع المشار الأول، مع المشار الأول لتحدد مصير هذا الشوط. سكون غادمة ماي بن محمد المقعودي يقدم لنا سكون على المركز الثاني ليتقدم مع انطلاقة سكون في هذا المستوى الكبير وبهذا الانطلاق المتميز مع هذه الأسماء. سكون الغادمة مايد بن محمد المقعودي من يتقدم بهذا المسار المميز. وصلت الأسامي وتقدمت الشعارات. هناك المركز الثالث وهليبة قادم مع انطلاقة أيضا صمت حمد بن عبد الله أبو هليبة يتقدم بهذه اللحظات المميزة. الأسماء قادمة والشعارات قادمة، وبندري غادر، غادر بندري غادر مع المركز الأول. انطلق مع نهرين، نهرين راحت بالمركز الأول وانطلقت بالمسار الأول، انطلقت بالمسار الأول، والعصا في البطان، والعصا قوس. يا مسلم يا بندري، يا مسلم يا بندري، يا راعي نهرين. من يأتي مع البداية؟ من يأتي على المركز الأول؟ انطلق بالمسار الأول، اندفع بالمسار الأول. القادمة سكون، وصلت سكون. مايد بن محمد المقعودي يقدم لنا سكون، والقادمة أيضا من الجانب الآخر هي الحاضرة أيضا الشايبة سلطان بن سالم برحمة، يتقدم برحمة ليقدم لنا شعاره الكبير. برحمة 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 الشامسية، الله الله الله، غير المسار. انطلق مع المركز الأول، اندفع مع البداية ومع المركز الأول، بالمسار الأول، بالمسار الأول، مع انطلاقة هذا الاسم الكبير. ما شاء الله وتبارك الله، مع المسار الأول. إذن هذه الشايبة سلطان بن سالم برحمة مع المركز الأول، مع بداية هذا الشوط. وصلت أيضا الغادمة سكون، ولكن الشايبة، 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 الشايبة راحت بالمركز الأول، انطلقت بالمسار الأول، حددت المصير. سلطان بن سالم برحمة الشامسي ثاني وناموس المركز الثاني، سكون مايد بن محمد المقعود المركز الثالث. أيضا لوصلتنا الطيارة عبد الله بن سعيد بن حضيرم تهانينا والناموس المركز الرابع. نهرين لبندري تهانينا والناموس للجميع في هذا الشوط المميز، تهانينا والناموس للجميع. نصل لختام سباق هذا اليوم، شكرا لمدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي، شكرا لجميع اللجان القائمة على أرضية هذا الميدان، تهانينا والناموس للجميع. شكرا للزميل سالم بركاف العللي، وتحياتي نايف الزرعي لنقول وداعا بليلة لقاء آخر بإذن الله.